الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية، أمانة وإدارة، أحييكم ورحيل بكم معاشر الضيوف على اختلاف المسميات وتنوع المسؤوليات، فمرحبا بكم في هذا الحفل الكريم لحضور خطاب هذه المسابقة الدولية التي شاركت فيها 20 دولة من مختلف مناطق أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ محمد عبد الأمل، فضيلة الشيخ رئيس الليلة محمد الحسن البصر، الدعاء والمشايخ الكرام، الوزراء والسياسيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، لقد شهدت فينا أياما من أجمل أيامها ولياليا من أسعد ليالينا في هذه الدورة، إذ تشرفت بأن تنصت آلامها بسماع كلام الله وذكر الحكيم الذي أنزل ليكون هداية للناس أجمعين. لقد صدحت فيه ألسنة موضة لشباب يحمل بين جنبيه مشعل هذا النور المبين. جاءوا من أنحاء أفريقيا، يحضرهم بريق هذه المسابقة للمشاركة فيها والتنافس على مراكزها في أجمل وأجل وأشرف تنافس على وجه الأرض. إنه التنافس في حفظ كلام الله وتجويده وتوجيهه. أحضرني أن الكل من حوشك، خاصة والديت المعلمين حوشك عن الخلقين إلى سبيل في حق الكعبة والدينة، وهي بخصوصا قرآن الكريم. بدأت تسبب النور صلى دين الإسلام إلى سبيل وحيد إلا حمد أبوك كيف هو رئيسي حق غريبك حق ساينس كفيزيكس كيمستري حق أخوانك كسبيل وحيد الدنيا لك أن تلقي جاهلية بشيء إسلام هو دينتي تقول بسيء إسرائيل وقالا أبوكي وقرشت بالآن الموقع إسرائيل أسيس ميسوس مرات مركز الثالث مولا عبد الزراء عبد الله ما شاء الله. جائزة القرآن مولا عبد المركز الثاني يسرى عبد الرحمن عبد الليل. الجلسة الأولى الإكرام مولاي المركز الأول للاستقلال حنان رائد
Jadi setelah saya berbalan orang وبارك فيها وفي والديها وفي شيخها في كل الحضور والابناء والبنات. الان الى المراكز الاول والثاني والثالث بالنسبه للقران المجيد، ونبدا بالمركز الثالث عقوها قاسم احمد من الصومال. تكبير الله اكبر. ويقع في الوقوف 5000 دولار. الله اكبر. هي الصومال. الله يبارك فيه وفي ولديه وفي شيخه كل امين. اللهم امين. المركز الثاني الشيخ محمد جوب من السنغال. تكبير مره اخرى عشان خاطر الشيخ الحبيب. تكبير الله اكبر. الله اكبر. وجائزه الامور 7000 دولار. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ارتفع السنغال ربنا يفيد الان وزمن. المركز الاول والامر من اي دوله؟ يعني البشير ورا اسلام البيتين. ما شاء الله.